رانا حاضرين بصفه قويه باش ندعموا الشباب، باش ندعموا شركه الناشئه. الانسان اللي يكون عنده فكره وما عندوش يعني التمويل تاعها، احنا نرافقوه فيما يخص هذا المنتوج تاع تمويل الشركات المتوسطه والصغيره والصغيره جدا والشركات يعني الناشئه. يعني تلقينا 700 قريب 800 ملف، قريب 800 ملف في ظرف 3 اشهر. والمده باش يعني القرض يكون في خدمه المؤسسه ولا في خدمه الشاب ما يفوتش 72 ساعه.